السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم مرحب الساعة مرحبا مليون فيكم جميعا. الحين هاي لعبة مش جديدة بس جديدة على القناة، يعني في عليها بديت وحد قال لي لعبها، بجرب العبها حلقتين ثلاث، شوفوا انتوا رايكم في اللعبة. اختار واحدة، هاي برتقالي فنان. ببدأ اللعبة على طول، بلا توتوريال بلا هم بلا شيء، خلنا ننزل نستكشف اللعبة واللي فيها فيها. ترى هي خاربة خاربة، خلينا نعميها خربها لكم انا. زين اهم شيء لا يقول لي انا انزلها، ترى بكسره. قال لي انا نزل الحين اي بالعيد والله. اوب خرب بيته في السالفة. اوكي الكاميرا شو سالفته يا جماعه الخير؟ هذا تترسل. زين ابى اشوف الكاركتر مالي كيف. ليش ما اقدر اشوف الكاركتر مالي؟ رايت كليك. اوكي انا اقول شو السالفه، خلني استكشف اللعبه. هاي شو ايه ده؟ ديبلوي باكج مش رايز كاركو دروب كارغو. شوف عق بك ميديم بلاتفورم. شو هذا؟ ما هذا؟ شو هذا؟ كيف حطي؟ عقيت على الأرض والله. ميديم بلاتفورم زين. شو يسوي الميديم بلاتفورم؟ والله احس انك لازم تسوي توتوريال. ها شو كيبل بلاك ميديم بلاتفورم؟ ايه كيبل بلاتفورم. اوه لزق. شو ما هذا؟ اوكي سوري شبكنا. زين شو عقلنا بعد؟ ما اعرف شو البلاتفورم يسوي، لا تسألوني. place on a platform medium fabricator. زين يقول لي عقه هني. زين hold it to unpack. يا حبيبي large platform a design research chamber. زين انا اللي اذكر من اللعبة هاي الشنطة مالي. اوكي وهذا الاي كان خلينا يجمع سامان. الحين هاشي يبا كومباوند. كومباوند يعني يبا عنصر. لعبت هاي اول ما نزلت الفا ما ادري متى، يعني انسوا متى. ابا اسوي تثر كومباوند. اي كان ميك تثر سير. اوكي اي اجمع. ما لا ما بخرب عند البيس مالي. خلني بحاول اسير مكان احصل فيه تثرس. بس اف وان تو ليرن مور. خلي ولي بتعلم الحين تي. اوف هاشو اورجانيك سورس. زين هاشو ما اقدر احصل تثر هني. غرقة تحت برايا. خليه يولي ورا. ظني البطارية مالي كانت لما كنت غلطان. انستكشف اللعبة. انا بتثرس، انا بحصى تثرس حصى بس اكسجين يبالي. مش تثر سوري، تثر هو الكيبل اللي يعطيني اكسجين وال بس. غيروا الجرافيك، اللعبة مستوية جميلة. ها شو بس هذا اذا شلي. اظني حصلته. تعال 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 هذا صح. ايوه كومباوند ريزن، هذا مش كومباوند. تبا لهم ما برزن، انا بكومباوند. كومباوند هذا البيت مالي. زين يبين البيت، انا اشوف من بعيد يبين. برجع لك يا بيت، خلنا نحصل كومباوند.
اركبون ابو كومباوند. اها بسوي خيط هنا بيك انا ثريه الى البيت الى البيت بموت. تخيل اموت من اولها. يا حبيبي اعطني اكسجين 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 جيف. والله اني جاي بالعيد. انزين الحين هاك كومباوند يخليني اسوي شو؟ ابى اسوي فابريكيتر جنريتر تيثرز. خلنا نسوي تيثرز. انزين خلنا نقدر نتمشى نجمع سامان. انزين كيف كنا نحط التيثر؟ ترانسفير اكسجين. اوكي انا عارف انه ترانسفير اكسجين بس انا الحين اوه عجيب هذا اشله احطه في الشنطه. زين اذا اشله وين احط التيثر؟ زين اذا دقتي هي بالضبط. اه وين انا واقف؟ نايس اوكي خلنا نسير نتمشى نعك تثرز على الارض نجمع كومباوندز منها. اعرف درب منو درب هذا البيس. هو اللعبه شو مبداها يا جماعه الخير؟ انا نسيت حتى اتكلم عن مبدا. وين صرت انا تو من شوي؟ هالدرب صح؟ ايوه هالدرب. وين صرت انا؟ نطيح في كوكب جديد. كوكب جديد تبدا انت سلسله اختراعاتك تبدا تحطي حق نفسك اكسجين وات ايفر يو وونت. يعني مولع والله الليت. ايوه هني في موارد بني بنجمع. فني وش نسوي؟ نحط لنفسنا خلص اوكي بس قريب منه. اني نحط حق نفسنا نسوي موارد اختراعات هالسوالف ان احنا نعيش يعني ونسوي مركبه فضائيه تطيرنا من مكان الى مكان. هذا الهدف الاساسي من اللعبه. هاك الاورجانيك هو نبا ان انا مو بورجانيك بس اخر شيء معته هذا اكسجين. اوكي اكسجين هذا. ها شو اوه حصلت سامون. شو هذا اللي حصلته؟ ركبت على البدلة. درس بلاتفور. شو هذا؟ هذا شكله شيء مفيد. خلنا ودي هذا الوند صح؟ هي هذا ال عامل طاقة سوينا كهرباء. عيال حصلنا كهرباء يا عيال بلاش ونحن نستكشف الفضاء. تعال عطني عطني اكسجين. اوكي خلنا نسير. تعال حصلنا كهرباء يا عيال. انا ما اعرف شو ركبت على بدلتي لكن اوكي 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 كهرباء بطاريه حصلت. ها وين احطي على البلاتفورم ولا وين؟ زين ابغى اسوي مكان احطي عليه كيف ترتيب؟ وين اركب هذا؟ زين بعقه هني برجع له بعدين. خلنا ندقدق F1 Orbit Walk WSD نركض Shift ننط Space. اوكي انا شي نعرفه. Zoom نعرفه. Pick up اوكي هذا عرفته الحين. Pick up Drill Cruiser View Your Surroundings Orbit اليمين. اوكي ابا Next. حلو Equip Tool اوكي نعرف دق نعرف هذا عرفناه. Flutter Control اوكي دق
وذكوزي وكان يوسترين تول تو فلاتر. اوكي نبغى نفتح الكتاب. كتاب وين نفتحه؟ هذا مال اكسجين، ما ادري مال شو، مال باور، مال السوالف تثرز. اوكي عرفناهن. اوكي لازم يكون والع. اوكي عرفنا اكزيلوري سلوتس. اوكي عرفنا. اوكي انا بعرف الوصفات وين نحصلها الحين على اساس ان احنا نقدر نبني. يوز فابريكيتر تو كرييت بلاتفورمز اند مودلز تو ستورد ان ذا فورم اوف باكجز وانس اتس كومبليتد. اوكي هاي البلاتفورم اللي حطيناه احنا بنسوي عليه شغلات. اوكي شوفوا كيف اخر شيء رديت للصفحه الرئيسيه عشان تعرفون بس. open catalog from side for left back. اوكي يعني هذا كتالوج مالي. فيول كوندنسر هاشو انلوكت هذا. اوكي موضوع اللعبة موضوع طويل يا عيال والله. ميديوم بلاتفورم انزين هذا شو يبقى الحين؟ يبقى كومبوند. انا عندي كومبوند رزين ألمنيوم. خلنا نخزنها هني. أوكي هذا أورجانك أظني هاي حق كهرباء. رزين ما يبقى ما يبقى هاي شي يسوي لي. أوكي الحين معناه نحن لازم ندور على الذي هو الكمبوند. جيم بوند مش جيم بوند كمبوند ويبل كمبوند الحين. فبنصير نبلا بكمبوند. سنين ضياع هاللعبة والله سنين ضياع. بس غالب ها شو كمبوند؟ قول لي كمبوند. لا يا جماعة أنا وين حصلت توا كومبوند؟ وين صرت؟ دربيس يا الاكسجين اللي بينكبني. لازم احصل طريقة ازود فيها الاكسجين ولا هذا الوضع ما يبشر بخير. والله الوضع هذا مش طيب ابدا. لكن شي بقى ادور اكسجين وبخلص. انا احيد بعد كنا فترة نحفر بس الحين اذا احفر وما محصل انا اي كومباوند انا بتلعوز بعد. لان انا ابو كومباوند عساس ابدا ابني واسوي كرافت. الحين كان سهل نحصل كومباوند. ليش معقدين الامور في الكوكب هذا؟ اشو ما في كومباوند شيء هني؟ ما في خير؟ مصدر سيء؟ كله اورجانيك. نبغى كومبوند يا جماعة. ما في الا نسوي حفرة قريب البيت. ما زلت تحت. بس عاد نزلت تحت اخر شيء ما حصل شيء. مو مشكلة. خلنا ناخذ لفة. هذا الكومبوند. هذا عندي. وات ذا هيل كيف ما شفته؟ كيف ما شفته بس ادور عليه؟ يا حبيبي طلعت ما اشوف شيء انا.
حصلت اثنين كومبوند اللي هو المطلوب. بس في غير؟ هي في جيب ابا كل الكومبوند اللي عندك مره. اذا في اي كومبوند اعطني اياه. احنا كم كومبوند عندي؟ اثنين. خلنا نصير حد مكينه نحط الكومبوند نسوي لنا شيء، شو رايكم؟ على طول بعدين بنسوي تثرس اكيد. بنحب نجمع وايد، ما عليكم، بنسوي وايد شغلات. زين، اول شيء يعني هذا معناه اني بهذا نحط 1 كومبوند 2 كومبوند لوك. زين، هولد اي تو برنت ميديوم فابريكيتر موديل. يا حبيبي وين رحت؟ يا حبيبي تعال تعال، من الصبح ما قاعد اجمعك عشان تشرد عني. تعال كيو ريسيرش شامبر 2 كومبوند. زين، اوب 3D برنت قاعد يسوي حبيب. ريدي برنت طالع جميل والله، فنون. شوف 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 ترى والله وايد غير الجرافيكس من لعبته، ما ادري سنتين يمكن قبل ولا وات ايفر، كان تو بيتا اللعبه تغيرت، كان وايد سمبل. الحين قال هولد اي. زين الحين نسيت كيف اني هول تو اكزامن من كوست 500 بس ملتر ريسير تشامبر ان لوكت. زين ميديوم برنتر، الحين هذا لازم احطه على شيء يعني ولا كيف؟ ريسايكل ستارت اب باكج. زين ابى افرش هذا. زين ها معناه لازم نرجع لصديقنا المانيوال اللي هو كان هني. المانيوال ريسيرش شامبر كان هني ولا وين كان؟ زين ها مودل. زين شو يسوي فيه الحين؟ يا جماعة شكله الوضع جدا صعب. هذا شو بعد؟ تثرس انلوكت بيكن انلوكت فابريكيتر ميديوم فابريكيتر انلوكت ميديوم بلاتفورمز انلوكت بلاتفورم دي نسوي له برنت. انا هذا كله اذكره، بس ان هذا اللي اذكره كان لازم اكزامن. هذا يسوي لك زمن. اوكي. كان سبلاي جرافيكس اكسو هابيتات. في عاصفة يا فلازم سوي حفرة سامانه ما يضيع ويطير الهواء نعقد داخل.
اوكي زين نشيل هذا احط هذا داخل وهذا يركب هني ايوه بالضبط زين ها ما ينفرش ليش تو كومباوند لارج بلاتفورم اي يبقى ريزين ثاني لحظه عندنا ريزين بس اني برزين من هناك تعال انا اسوي لارج بلاتفورم انا هني صح ايه زين بنشل هذا ادري الحين تقولون هو ما يعرف شيء عن اللعبه والله نسيت لكن خلى برا ما بالزايد هذا ابى احطيه ريزاين ريزاين اوكي يبالي لا يبالي بعد زياده لحظه يبالي زياده نار را 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 ايوه بس رقم واحد عندي اثنين ريزاين ريزن ولا وات ايفر اتس نيم بنرجع لين هني اوكي بنشل واحد بنشل اثنين بنحطيه هني نبا بلاتفورم اوكي الحين بيطلع لنا لارج بلاتفورم بيجي هذاك بحطيه على البلاتفورم اظني اتوقع لا تقول لي الحين مش وقت العاصفة والله دخيلك بيطير هذا الحين هذا طار بصيح خيبة العاصفة مكبرها ول هو انا الحين كان لازم بلاتفورمز ونعقل اسمع البلاتفورمز و زين ابى اشيل لك كيف ترتيب لا تطير لخيرك ها خلك موجود لو سمحت لا تروح خلك معي لازم اتري العاصفة تروح اذا طلعت بيطيرني العاصفة الغراض ايش اخبارهم يلا حظي ايش عندي شي العاصفة لازم استكشف وايد شغلات هذا اللي ما يلعب لعبة من زمان وينساها بس اهم شيء تقولوا لي شو رايكم في اللعبة تبون كملها ما تبون كملها اذا تبون كملها ترى عادي استكشفها كامل ما في قضية ترى راحت العاصفة يلا باي حطيه جنب هذا انباك خلنا نمد بكهرباء يعني كيف عندنا كهرباء مو بتخلص اوكي الحين بسير بيب الفابريكيتر صبر بعقة هني ترى انا هذا اللي معيز بيه الحين الحين لو ايه هني زين اقدر اسوي لارج بلاتفورم ريسيرش شامبر تو كومباوند هاللي سويته الحين انا سويت لارج بلاتفورم توريزن زين سوينا بلاتفورم ريسيرش شامبر بس هالاثنين رو مسوي بس صح الحين حاليا
بس اللي مميز بي هذا كوست 100 بيتس. انا ما ابغى هذا سيت انلوكت لان المفروض هذا اصلا حتى لو اجيب هذا اللي انا اذكره اركبه هنا المفروض يسوي لنا كهرباء اصلا. باور جنريتر اوكي انا المفروض قاعد يسوي لنا الحين اشوف كهرباء خلاص شغال المفروض. وعندنا هذا ايوه لازم يكون مكان عود. اوكي يا سنين الضياع شو اقدر اسوي هني؟ place an item in the chamber. اها لو اشيل هذا عقه هني زين زمن. حطينا ايتم في الشامبر هذا هنا يشتغل ايه ولد كهرباء عادي. شيبة من ايتمز ها بدق انا هذا اليوم الجيم هذا شو احطه له هذا احطه له هذا شو احطه له هذا هذا لحظة مفروض اني انا فصلت من الكهرباء صح بس اشبك هني يشبك هي يشبك عادي هاي سوي لي كهرباء الحين ها لجنريت وعندي what are these things medium fabricator انزين الحين لو فهمت انا عندي هذا ريسيرش تشامبر مالي اوكي اجيب احطي اللي ابغاه هنا مثلا وات ايفر زين واسوي لك زمن واسوي ريسيرش اوكي هاي تشوف شو فهمنا من اللعبه نجيب العيد ولا ما نجيبه زين متى بيخلص هذا الريسيرش ماله فكنا اوكي اورجانيك هذا شكلي اصير ادور ايتمات واحصلها ويسوي عليها ريسيرش على 99.9% يعني ولا غير الكلام خلي اسوي ريسيرش انا بصير اجيب ما اعرف بصير اجيب شوفوا شكله حلو هو يسوي ريسيرش فنان يسوي الاسكان انزين انا بتم طالع ما بخلص ابا هني اوكي هني خلنا نستكشف معادن خلنا نستكشف شيء بسوي طريق تحت الارض
لازم يكون في شيء، مستحيل ما يكون في اي شيء. بس خلاص اظني عرفت الشغله، في ريسيرش سنتر بيكون في يعني الستاندرد والشغلات العاديه. بنحصلنا لازم نسوي ريسيرش، نحصل سامان نسوي له ريسيرش، ولازم يكون من المختبر نسوي كل شيء، مش انا اسوي كل شيء وناسي الباقي اكثر. انا تراني ما اعرف اذا الحلقه شوي احسها سخيفه، اذا ما حذفتها بتحسرونها في اليوتيوب. ما في موارد، شوف خلنا نرجع ناخذ اكسجين. سفوكيتنج انه يختنق. خلنا نرجع نكمل حفر. اظني في تحت بيكون شيء اذا ما كنت غلطان. على طول بدا حفر، يمكن تكون غلطه لانه ما عندي اكسجين وليتات ودنيا بس هي فكره بعد. اذا حصلنا حصلنا، ما حصلنا برايه بحفر شوي، ما بحفر وايد. يمكن الحلقه الاولى شوي تكون طويله، لكن قاعد نستكشف مع بعض. تنسوا تعبون كومنتاتكم تحت يعني. وصلت مكان، وصلت مكان ما. شو هذا الاخضر؟ احس اني لو نزلت ما بطلع، فخلني محترم واطلع حاليا. زين، لان بديت اختنق اصلا. نسير على السمان اللي تحت. السمان اللي في الحفرة وينه؟ شليته صح، انا حطيته كله. زين، هذا شو سوالنا الحين؟ سوالنا اكزامن، سوى منه شي فايدة ولا؟ زين، شو يقدر يسوي هذا؟ ما يقدر يسوي غير بلاتفورم. عند ريسيرش تشامبر، مشكلة ريسيرش تشامبر هو اظني هذا قريبة، واسوي عليه ريسيرش صح؟ ما يسوي ريسيرش، ليش؟ هو ما يسوي ريسيرش على هذا. زين اوكي اورجانيك، بس ما قاعد يسوي عليه ريسيرش. لحظة بس، اذا اجيب الالمنيوم دق عليه اكزامن. بي ام هذا، بس هذا الشغلات اللي يبغى عليها ريسيرش. يعني اظني الحين نحن بنحصل شغلات جديدة من ورا الريسيرش هني. يا جماعة ترى الموضوع جدا سيريس، الموضوع ما في مزاح. يعني يمكن انزل ما اطلع، في احتمال كبير. ما شو هذا كله؟ شو حصلت؟ حصلت شيء من ورا؟ يب، I found something بس ما اعرف شو بالضبط. مثل ما انا ما عندي اكسجين ولا اي شيء، يمكن السطح واسرع طريقة اني احصل فيها سامون. خلنا نشوف ريسيرش سنتر شو سوى الحين ويانا. كم بت بيعطينا؟ كم ها بيعطينا؟ هاي شو اللي حصلنا؟ باور سورس. اوكي، زمن. اوكي،
المنيوم يعطينا بيتس، يعطينا بيم بيت بير منت باور ستورج، هذا باور جنريتر بس يستهلك باور علينا، وهذا انه يسوي لنا كل شيء ثاني اللي احنا نبغاه، وهذا معناه خلنا نصير النيب سامون. احس المكان خبصة، المشكلة لو احصل كامبوند اسوي لي تثرس برتاح. هلا ابوي شو هذا؟ شو هذا تبي له اساسا؟ باور سورس، كرسي، انا ايش الكرسي وياي؟ كرسي هذا صح؟ هي كرسي. اوب نايس، ليكون عصفة يا يا. بس فكنا التنفس اظني هذا اوبن سيت سالفج، هذا زين. هاي شو سوى وياه؟ زين شو رايك اشيل هذا من هني؟ ما اقدر؟ الماية مرة ما اشيله؟ لا زين خلاص خلينا نعقل الكرسي، دام ان حصلنا كرسي نعقل في الستور مالنا، بسير نفس الصوب مرة ثانية. هلو ام كومينج. الحين ما عندي مشكلة في البور، مشكلتي الكبرى في ها ريزين ريزين ريزين، انا مو بريزين، ابا اشو ابا كومبون، ما في كمبون؟ آه كمبون عندك سجين بعد. نايس نايس، مرة حول أكسجين السبالة، والله في النهار واحد يدور، في الليل واحد ما تمشي. متى كان النهار؟ كان في النهار، هل يمكن في النفق وايد بعد في عند المكان. سكوت ما في غير شكله، ما في شيء تحت. يلا خلنا نروح، في بقايا اكسجين خلنا نجمعها، توكل بس. اوه ام كومينج هوم، ويت فور مي. بيت شغله زين. الحين هذا شو زين؟ سمول فابريكيتر اللي هو هذا، ميديوم فابريكيتر صح، سمول جنريتر تثرس. زين اول شيء نبغى زين، ابى افتك منه، خلي احطه هنا زين. ابى تثرس لازم، اوكي خلي ياخذ باور مو مشكله. ابا سمول فابريكيتر، لا سمول جنريتر، اوكي ايوه هذا يسوي جنريت حق كهرباء. شو ياخذ اورجانيك
بس انا ما اظن بحتاجه لان الارجانك. ايوه هيا باريزن رزن يبغى يسوي كناستر. هذا سمول جنريتر يعني. يعنى عندنا رزن هنا يا حبيبي. اوكي وين صار؟ I don't know what this is. ما اعرف هذا شو. انا ما في معلومة كل اللغات. شو يسوي شو ما يسوي ما عندي اي فكرة. يعني شو شغلة هذا بالضبط اصغاي؟ زين هذا توه سوى ريسيرش صح؟ هل عطانا ريسيرش هذا اي شيء؟ زين ايوه ريسيرش شامبر ما بقى عندي كمبوز بس ما بقى. خلنا نسوي تثرس. لحظه خلنا نجيب الكرسي. الكرسي نحط الكرسي هني ونسوي اكزامن على منو؟ This item in the chamber. ليش؟ هذا يشل الكهرباء كله شو؟ يا جماعة الموضوع يباله ريسيرش جامد. ما يبى الكرسي ما يركب هنا. زين اذا اجيب باور سورس وعقه هنا زمن اي كانت بس كومبوند. اها طلع لي علامة الريسيرش. اوكي خلنا نسير نكمل دربنا. النفق ابو النفق انا والله النفق من صدق بعد شوي خطير. منها عندي اكسجين منها اعرف درب الردة. ايوه اشوف عاصفه شرده الى القاعده. تبا لهم. هاي كانت حلقتنا لليوم مع سنين الضياع. نشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه. ما اعرف شو تبون تبون عادي ترى بنتعلمها بنسويها بنضبطها بضبط لكم احلى قاعده. نشوفكم في حلقه قادمه اذا بغيتوا على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.